اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا بسوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المعاش. اليوم يوم 25/11/2023 وتعالوا شوفوا اسعار الجاموس الوالد في سوق دمنهور. اللهم صل عليه كنب. بسم الله ما شاء الله. صباح الفل يا استاذنا، صباح كافيه، الله يقويك ويعينك واستحاله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. صباح الفل يا غالي، عامل ايه يا غالي؟ عرفنا بالاسم والمكان. ايوه الاسم والمكان. اسم السعيد محمد عبد الفتاح، المعلم السعيد محمد عبد الفتاح، مكان شباس الملح. تبع ايه يا صاحبي؟ تبع مركز السوق. مركز السوق كفر الشيخ شباس الملح. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. ابن يومين بكر ولا انتهي؟ انتهي. بسم الله ما شاء الله. ابن يومين اثنين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، في مصداقية مع الناس المحترمين بتوع قبر الشيخ وعشرات اللبن. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. دبابه يا جماعه، الله يبارك لكم. الله مالكم من المال الحلو، تجار قبر الشيخ شباس الملح. بسم الله ما شاء الله. البيع والشراء فاقم 105 105 البيع والشراء. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. اتفرجوا مني على حبيبك النبي. صباح الفل غالي، بس حالك لله ما شاء الله. مش حلينا يا السيد، تعالى خد اللي انت عايزه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، الله اكبر. البيع والشراء يا جماعه اهو ماشي. صباح الفل يا غالي، عامل ايه؟ بسم الله ما شاء الله. معاكم حد النهارده؟ الله يصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. البيع والشراء يا جماعه اهو زي ما انتم شايفين، حي اهو مع تجار كفر الشيخ. الله يبارك لهم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. دبابات يا جماعه الجاموس. هو انت خايف على عندك فلوس مزوره ولا حاجه ولا حاجه من الجاموس ونيجي؟ الله اكبر، الله اكبر. يا عم السيد، يا عم والله مش عارف معاك. اللهم صل عليك يا نبي. تعالى يا عباس، تم بكام يا معلم البيع والشراء؟ يا عم السيد يا عم والله يا عم السيد. الله اكبر، الله اكبر. سيب الجاموس ده يا اهبل، سيب الجاموس يا باشا. تم كام البيع والشراء بالامانه؟ البيع والشراء ب 105، هم عايزين 103 واحنا ثمنها 105. 105 الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. فنطاز لبن، فنطاز لبن يا جماعه 100,005. هي الدبابه زي ما انتم شايفين، ربنا يبارك للمال واصحاب المال. الله اكبر. انت فينك في فصول اللحمه؟ صباح الفل يا غالي، نارك ابيض. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر، 100,005 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. والله ما يزيد 10 ساعات. فنطاز لبن وان شاء الله مش بايع اقل من 105 بالامانه. خدتها بكام البيع والشراء عشان خاطر في العالم اللي بتتكلم ده بقول لك الكذب ومش الكذب؟ 104 وما بعاد 105 هناك اهو. 104 وما بعاد 105. عرف الراجل اللي بيتكلم ده، انا سامع كلام الناس بيتكلموا خلاص. الله اكبر. ادينا رقم التليفون يا صاحبي لو حد عايز يتواصل معاكم. 0100 69 63 31 301. العجل ام يومين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. معاكم حاجه غيرها تاني يا صاحبي؟ كان معانا شاب والده بعينه ب 85. اللي جاي لك اهو، الله يبارك لكم يا غالي. 85 والده برضه. لظروف مباني. لظروف مباني كمان، الله يبارك لك يا غالي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. الجاموس الابيض يا جماعه الفاخرات. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. فيل يا جماعه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. تمنيات للبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله على المال. الله اكبر. الله اكبر. حبيب قلبك يطير. صباح الفل يا معلم. صباح العسل. عرفنا باسمك ومكانك. محمود بش. المعلم محمود بش رجعت فينا. شبرخيت يوسف كمان. المعلم محمود بشر شبرخيت يوسف كمان. صباح الفل يا غالي. قناه المواش اليوم. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. عامل ايه يا صاحبي؟ بيبي الصلاة على النبي 95,000. 95,000 دبابه يا جماعه. خلف ذكر ولا انتهي؟ نتايا. بسم الله ما شاء الله. خلف نتايا يا جماعه صلاه النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معكم حاجه غيرها تاني يا صاحبي؟ كمان عجول لحم وتباع. الله يبارك لكم. ادينا الرقم لحد عايز حاجه تواصل معاه. 010 11 30 99 52 52. تجار شبرخيت يا جماعه. المعلم احمد بيش والمعلم محمود بيش. المعلم احمد بشر والمعلم محمود بشر. الله يبارك لهم واصلح حالهم. اكبر تجار الجاموس الوالد يا جماعه. الله
اكبر. سبعه كبد يا معلمي. الله يبارك لك. المعلم ايمن طبعا الله يبارك له واستحاله، اكبر تاجر في شبر خيط يا جماعه، الجاموس الثقيل الوالد. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الخلف ذكر يا معلم ايمن ولا انتهي؟ الخلف ذكر يا جماعه. الله اكبر، دبابات مع المعلم ايمن، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، 10 كيلو لبن مع الميمه. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله، عشرات اللبن يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. كم مع الميمه بمرض الله؟ الله اكبر. احنا عايزين كيلو من عند الله كده، عايزين 105 وخلاص. 105 من عند الله، بسم الله ما شاء الله. من عند الله وخلاص كده. الشغل بقى فوق المئات يا جماعه. الله اكبر، في الجاموس الوالد وفى 10 كيلو لبن، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كده، بسم الله ما شاء الله. دبابه يا جماعه. الله اكبر، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلم ايمن. الله اكبر، دبابات يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، ولا عجل، صلاة النبي عليه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كريم. دينا الرقم يا معلم ايمن. 010 6 كم؟ 41 6-3 بعد 0-10 4-1 0-0 6-1. الله يبارك لك. ما تقول ترسينا بكام خير يا مرض الله؟ هي ب 100، احنا هنسيبه لقناة المواشي 5000. هي ب 100 هنسيبه 5000 لقناة المواشي اليوم يا جماعة. الله اكبر، تبقى ب 93000، بسم الله ما شاء الله. اي ب 90000 يا جماعه بس. الله يبارك لك يا معلم ايمن. المعلم ايمن بضحى يا جماعه، دبابه هي جد والله. نسال لكم كمان 1000. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. والله اللي انت شايفه 85000 النهائي يا جماعه. ما المعلم ايمن مش هتصرف على الزبون الا المواصلات. اللهم صل عليك يا نبي. انا جاي لك يا معلمي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. سبعه كبد يا معلم ايمن. الله يبارك لك واصلح حالك وحال الجميل. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كلمة. دبابات الجاموز، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كلمة. الله اكبر، يا ريت. بسم الله ما شاء الله، دبابات يا جماعات. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. صار حجزينهم احلى راجل، حجزينهم. صباح الفل. صاروخ على طلب صاروخ. طب يا عم انت مختار خيل، انت زهقان ليه؟ الله يسهل لك يا فتاح يا علي. زي ما انتم شايفين التجار اللي زهقانين من نفسهم. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، شوف الدبابات هات. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، خير يا جماعه داخل السوق ده، منور اهو. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخذ المال، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله. الجاموس يا جماعه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. المعلم بقى احمد بلح يا جماعه، ابو المطامير، الله يبارك له. صباح الفل يا معلم احمد، عامل ايه يا غالي؟ معاك حاجه النهارده ولا خلاص؟ معايا يا باشا. الله اكبر، معايا يا باشا. الله اكبر، هناخد دقيقه مع محمود بهجاء. معلم يابا، معلم عيد بهجاء، معلم محمود بهجاء هنا على قديمه يا حاج. بسم الله ما شاء الله. دبابات الجاموس الوالد يا جماعه، خلفها ذكر ولا انتهى؟ وراها ذكر، وراها ذكر يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين وران تاي. بسم الله ما شاء الله. عاملها محمودة؟ والله اسعار غالية يا عم. كم بالمئة؟ على الله. يعني في انجي كم في؟ يعني ريح 95 يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. بس عايزة 120000. عايزة 120000، بسم الله. والله عايزة 120. دبابة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. الله أكبر، ورينا الدار كده حودة، بسم الله ما شاء الله. الله أكبر، مال صلاة النبي عليها. اللهم صل عليه كنب. ادينا الرقم يا حودة. 010 20 68 39 79 أي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم، بالله عليك تعمل مواجب يا حودة. الله يبارك لك ويصلح حالك. الله أكبر، المعلم أحمد بلح يا جماعة، الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع. الله أكبر حبيبي، انت حق جابس معاك يا معلم. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. حبيبي صل على النبي، ظهرك يوم شاري منهم ولا بعلوم؟ لا والله انا بعت للراجل المحترم. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله. انا اللي انبعت يا معلم احمد، انا اللي انبعت دي بالنص اللي فضية الفرحه دي، بسم الله ما شاء الله. بعد بيام يا معلم احمد انبعت ب 77 77000 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. يا معلم وي، الله اكبر، الله يبارك لكم يا معلم محمود، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر، الله اكبر.
بسم الله ما شاء الله 77 يا معلم احمد. 77 الله يبارك لك. مالك حلو وسعرك حلو وانت احلى من الكل. ادينا الرقم يا صاحبي. 0100 36 36 11 911 914. المعلم احمد جمال بلح يا جماعه، ابو المطامير وتجار ابو المطامير اللي منورين في سوق دمنهور. الله يبارك لهم ويصلح حالهم. صباحك ابدا معلم احمد، ما تنسوش ذكر الله ورسول الله. صباح الفل. لحم دي يا صاحبي ببلاش النهارده. لحم دي اي خدتها بيامي؟ خدتها بكام والله؟ 30000. حلو والله. الله يا عم زعيقه. الله يبارك لكم. بسم الله ما شاء الله. خش يا كبير بالعجل الحلو دي. الله يبارك لك. صباح الفل غالي. ناركم ابيض. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المعوش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.